الجهاز هذا من اتش بي، خلنا نضبطها من اتش بي، في شيء مره رايق خلنا اوضح لكم اياه. اول ما افتح الجهاز حيطلع عندي شعار، اكيد بعضكم اول مره يشوفه، ولكن هذا الشعار يدل على منصة كاملة موجودة من شركة انتل، ونتكلم على الانتل ايفو. منصة الايفو تعطيكم خصائص عالية، المعالج اللي هنا يدعم او نقدر نقول من منصة ايفو، وهو اصلا بخصائصه هو الاي 7. واتكلم على منصة الايفو تعطي خصائص جدا عالية على الاجهزة، فالمفروض انه الاداء حق الجرافيكس ممتاز، الاداء حق البروسيسور المعالج ممتاز. لازم يكون في الجهاز في منفذ ثندربولت 4، فهنا عندكم كل المنافذ لو شفنا يو اس بي، وهنا مايكرو اس دي، وهنا ايضا حيكون عندنا منفذ يو اس بي بحجمه الكامل. فاليو اس بي اللي هنا يو اس بي تايب سي، هذا حيكون ثندربولت 4. وش الفائده من ثندربولت 4؟ نقل بيانات يصل ل 40 جيجا بت في الثانيه. تابعوني، واكيد دائما اجيب لكم اخر الخصائص والاشياء. وعلى فكره ترى جهاز، نتكلم على جهاز الاتش بي هذا اللي هو سبكتر، في خصائص مره رايقه. تكلمنا على السعر اول شيء، فتصدقوا خلاص بلا ما اجيب السعر بديكم تشيكوا على اليوتيوب. ولكن في الواي فاي 6، في ايضا نتكلم على البلوتوث 5، في قارئ ال اس دي زي ما شفتوا، شفتوا منفذ السماعه، شفتوا البطاريه اللي تعطيكم الى 16 ساعه، تصميم رايق، الجيل ال 11 من معالجات انتل وهي من منصه ايفو. وبرضه نتكلم على شاشه، تعتبر شاشه مره ممتازه تدعم اللمس، والشاشه هذه حجم 13.3 انش، وشوفوا متعدد الانماط، صار لوحي بعد، هذا من اتش بي. اتوقع شيء مره رايق انه اتش بي على طول جابوا اجهزه ايفو عندنا في السعوديه. تابعوني، نشوفكم على خير.